عندما أعلنت اليونسكو يوم الفلسفة العالمي منذ 2005 في الخميس الثالث من شهر نوفمبر كل عام، فإن ذلك أتى في سياق الاهتمام الكبير بالمثاقفة والتبادل الفكري والنقاشات المعرفية بين اللغات وبين الدول دول العالم. وما لا شك فيه أن المتأمل في اللغة العربية تحديدا يدرك ببساطة أهمية الفلسفة التي نقلت المصطلح كما هو، لكن الفلسفة كانت بالنسبة لهم هي حب الحكمة والحكمة بشكل عام التي ينبغي أن تصبغ مبادراتنا الحكومية بشكل عام. والحكمة هنا هي ما هو ينفع الناس وما هو يؤثر في الناس وما هو يخدم أغراضهم في عمارة الأرض. ومنذ البدايات فالعرب كانوا ينطلقون على هذا الأساس، ونجد أن رواد الفلسفة من مثل الكندي وهو أول فيلسوف عربي، وبعده ابن رشد والفارابي وابن سينا وغيرهم من الفلاسفة قد لعبوا دورا رياديا ليس على مستوى الحوار الذاتي فحسب، وإنما على مستوى أيضا نقل ثقافات الآخرين وأفكار الآخرين وتأملات الآخرين في الوجود. ومما لا شك فيه فإن المطلع على أقل تقدير لمركز أبوظبي للغة العربية ومشروع كلمة للترجمة سيدرك ما قام به هذا المشروع من نقل كبريات النصوص الفلسفية الكلاسيكية والحديثة، وأيضا يعني عزز من الأفكار التي تقوم على المثاقفة والحوار الفكري والتبادل المعرفي الذي هو أساس من أساسات هدف يوم الفلسفة العالمي كما أعلنت عنه اليونسكو. في الواقع على أيضا المشروعات التي قام بها مركز أبوظبي للغة العربية من تحقيق النصوص الريادية في الفلسفة والعمل عليها ودعمها وتقديم هذه الكتب، بالإضافة أن من يطلع على المشروعات التنموية وعلى المبادرات الحكومية في دولة الإمارات لا شك أنه يؤمن إيمان كبير بأن التي يحدو مثل هذه المشروعات ومثل هذه المؤسسات هو الفكر الحكيم، وهي لم تصدر إلا بعد حوار ونقاشات فكرية طويلة، وهي أيضا يعني هدفها الأول والأخير تعزيز هذا الحوار الفكري بيننا وبين الآخرين وبيننا وبين الثقافات الأخرى. ولعل هذا النقاش الفكري وهذا الحوار الفلسفي الذي أعلنته في الواقع اليونسكو احتفاء يوم الفلسفة العالمي هو ما ينفع الناس وهو ما يقدم في الواقع حالهم وما يطور أحوالهم وما يجعلهم يتجنبوا كثير من العثرات والتحديات في المستقبل. ستظل الفلسفة وسيظل النقاش الفكري هو واحد من المعالم المهمة التي تصطبغ بها المشروعات الثقافية والمشروعات الفكرية في واللغوية في مركز أبوظبي للغة العربية، والتي يعني ينهض بها على نحو خاص مشروع كلمة للترجمة بوصفه أداة من أدوات الحوار ليس مع الثقافات الأخرى وإنما مع اللغات الأخرى التي تجلس اليوم على عرش العلوم وعلى عرش تطوير هذه العلوم.